اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، مره اخرى نعود مع حضراتكم. برضو يا كابتن حشيش، مش عايز اتكلم فنيا كتير عن المباراه، ولكن طيب خلينا نروح لدكتور محمد سراج، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يا دكتور الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك وكابتن محمد حشيش وكابتن احمد صديق. اهلا بك لكل الساده المشاهدين. يعني الحقيقة البطولة رقم 12 في ظروف الحقيقة رائعة من مجلس إدارة النادي الأهلي وبرئاسة كابتن محمود الخطيب، قدروا يهيئوا كل الأمور عشان فريق الكرة يستطيع أن يصل للمباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي في دوري أبطال إفريقيا. الحمد لله في الآخر 5 سنين 4 مرات الفوز بهذه البطولة، آخرهم امبارح. والله الحمد لله. طبعا يعني احنا بنشكر ربنا، التوفيق كان معانا الحمد لله، وده اهم حاجه. واجتهدنا كلنا كمنظومه عمل واحده، طبعا مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب، كل مشرف على ملف كره القدم ومفوض من مجلس الاداره باداره ملف كره القدم في النادي. واعتقد يعني كابتن محمود يعني ما شاء الله ادار الملف بحرفيه كبيره جدا وبتميز كبير، بدليل النتائج اللي حصلت في اخر 5 سنين. يعني ما شاء الله يعني وصلنا النهائي 5 مرات، ويمكن يعني كان في مره منهم الظروف المحيطه ما كانتش طبيعيه وما كانتش عادله، ده يمكن اللي منع يمكن ان احنا ناخد كمان البطوله الخامسه، لكن 4 بطولات الحمد لله انجاز كبير جدا يحسب الكابتن محمود الخطيب، يحسب لمجلس الاداره، يحسب طبعا لل الجهاز الفني الحالي المحترم جدا. ان انا حابب احييه طبعا مستر كولر وكل الجهاز الفني والاداري اللي معاه والقياده الفنيه السابقه اللي ساهمت في البطولات السابقه، وطبعا الجيل الحالي بقى من اللاعبين اللي انا بشوف بصراحه ان هو خلد يعني نفسه في التاريخ كجيل ذهبي من الاجيال الذهبيه اللي في تاريخ النادي الاهلي، لعيبه محترمه جدا احنا من يعني قريبين منهم في السفريات لما بنسافر معاهم في البعثات، فبنشوف يعني مدى الانضباط اللي عندهم، مدى التركيز، الرجوله اللي هم بيلعبوا بيها، الثقه في نفسهم، يعني لا يعني جيل مميز جدا يستحق اللي هو فيه. وطبعا قبل كل ده الجمهور النادي الاهلي يعني هو السند رقم واحد وهو العنصر الاول في تحقيق الايجابيه والنتائج المميزه دي الحمد لله. دكتور محمد، في عز الإشاعات الكبيرة جدا والكثيرة جدا خلال خصوصا خلال الفترة الأخيرة، كلما كان بيقترب وصول النادي الأهلي للمباراة النهائية وموعد المباراة النهائية كنا بنسمع دائما إشاعات كثيرة جدا عن خناقة فلان وعلان، وفلان بيلم هدومه وماشي وعشان ما بيلعبش ومش عارف إيه. أعتقد أن وسط كل هذه الإشاعات وأن أنت تفوز بالبطولة رقم 12 و تعمل هذا الانجاز بالارقام القياسيه، يحسب لكل فرد في هذه المنظومه. طبعا طبعا يا كابتن اسلام، ويعني حضرتك طبعا لعيب كوره كبير ومعاك 2 من لعيبه كوره كبار وليهم تاريخهم مع النادي الاهلي، وانتوا عشتوا بالاجواء دي. ما فيش يعني نجاح او ما فيش النتائج غير لما تكون روح حلوه ما بين الجميع. اعتقد يعني انتوا عشتوا ده بقى على ارض الواقع اكتر مننا. يعني لو في سوري نفسيات او في مشاكل او في روح مش طيبه ما بين يعني اي حد في المنظومه بقى على المستوى الرياضي على المستوى الاداري على اي مستوى، يعني اعتقد مش هتكون دي النتائج. يعني هو ربنا بيكرم دايما لما تكون الروح طيبه، لما بيكون الروح حلوه بين الجميع، اعتقد ده منعكس يعني على اللعيبه، ده موجود بين اللعيبه، ده ظاهر بينهم بشكل قوي. طبعا فاي كلام تاني بقى بيتقال، اي اشاعات تانيه بتتقال بيبقى ليها اهداف. يعني شايف ما شاء الله مسيره النادي ناجحه وفريق الكوره ماشي بشكل كويس، فممكن يبقى فيه بعض الاغراض او الاهداف انها توقف ده، فبيطلع الاشاعات على هذا الكلام. لكن طبعا لا، يعني على ارض الواقع مش موجود علاقه طيبه ما بين الجميع، والحمد لله. ودايما بيقولوا احنا مصلحه النادي الاهلي تعلو اي شيء، يعني هي دي اللي انت بتحطها المحطه بتاعتك، يعني اي حاجات شخصيه بقى بتيجي تحت مصلحه النادي يعني. والحقيقه برضو يا دكتور دايما ده بيبان في مجلس الاداره بقى تحديدا، مثلا كل ما تيجي تتكلم مع حد من حضراتكم يقولوا لنا احنا بنهدي البطوله دي، اي بطوله فاتت واي بطوله جايه بتهدوها دايما لروح الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، ودائما ما تتذكروه بكل حاجه حلوه الحقيقه. طبعا طبعا، انا كنت حتى في امبارح في مداخله مع كابتن شوير وقلت الكلام ده بدايه كلامي، وقلت ان احنا طبعا بنهدي
الله يرحمه طبعا عمري فاروق، كان اخ كبير لينا كلنا، شخصيه لا تعوض، شخصيه كان يعني افنى حياته كلها في النادي الاهلي. النتائج دي في النهايه لما بتحسب لمجلس الاداره هو يعني موجود معانا، يعني صحيح. هو ده الجزاء دي كلها تحسب يعني تعب الراجل ده في مجلس الاداره وشغله معانا وشغله مع كابتن محمود الخطيب وكلنا كوحده واحده كمجلس اداره. فطبعا يعني هو كان يعني انا بحبه جدا جدا على المستوى الشخصي، ويعني احنا اتكلمنا عنه مش هنعرف نقفل له حقه، فطبعا بنهدي له اكيد البطوله دي اكيد. طيب دكتور، برضو يعني مؤخرا في ظل هذه الكلمات الكثيره جدا، كمشجع اهلاوي بقى، كمحمد سراج المشجع الاهلاوي اللي هو يعني عنده من هو صغير وهو بيشجع النادي الاهلي، عملت ايه في الماتش امبارح؟ 1-0 في اول 5 دقائق. احنا لسه كنا بنتكلم حتى فنيا عن الماتش، قلنا ايه الاهلي الحمد لله الدنيا واقف على رجله وكل حاجه، ولكن برضو احنا كمشجعين بنبقى قاعدين هنموت. اتفرج في الاستاد. اتفرج في الاستاد. الدكتور محمد كان في الاستاد. لا طبعا الموضوع كان بالنسبه لنا تعب اعصاب، مش واحنا في الاستاد بس امبارح، احنا من واحنا في تونس، يعني من اول ما الماتش خلص هناك، رغم ان النتيجه ممكن تبان للبعض ان هي نتيجه طيبه 0-0، بس هي نتيجه مؤذيه جدا حقيقي. وحقيقي احنا اول ما خلصنا الماتش هناك كنا يعني كنا هناك بعض اعضاء مجلس الاداره مش المجلس بالكامل، بس كان وقتها اول ماتش خلص فكابتن محمود الخطيب نده علينا، ويعني اجتمع بينا كده اجتماع يعني صغير جوه الملعب، يعني قال لنا احنا مش عايزين اي يعني اطمئنان او اي ارتياح او اي مظاهر فرح او اي مظاهر ان احنا يعني عملنا خالص، احنا لسه ما عملناش حاجه ولسه صحيح. في ماتش مهم جدا وماتش صعب جدا في مصر، وصحيح هو عكس يعني لينا الروح دي، فبقينا كلنا يعني لا مركزين ومشدودين وحاسين انه لا احنا ما يعني 0-0 دي نتيجه عاديه جدا، يعني نتيجه مقلقه كمان، لان انت اي هدف هتستقبله يعمل لك ازمه كبيره. فده اللي كان، بس امبارح كان نفسي ان احنا نجيب جون تاني عشان نطمن. ما هي واحد لسه كنت هقول لك 1-0 برضو يعني كانها 0-0، خلي بالك دي حلاوه البطوله بقى. ما دي حلاوه البطوله. السسبنس اللي رايح جاي. تعطلنا كده في الروح في الاخر. لفت نظري الحاجه، انت دلوقتي يعني كابتن الفريق مثلا محمد الشناوي بيتكلم على لعيبته ويشدهم، كابتن خطيب برضو كرئيس للنادي بيعمل مع اعضاء مجلس الاداره كده مظبوط؟ يعني يعني كل واحد برضو ليه تركيزه وليه شدته، يعني اصل الناس برضو محتاجه تفهم الامور دي شويه يا دكتور. بالظبط، يعني هو برضو كابتن محمود مش عايز يعني يبقى اي مثلا اطمئنان او ارتياح للنتيجه تبقى معكوسه عليك كمجلس اداره، فبالتالي انت لما تتعكس عليك كمجلس اداره هتتعكس برضو على المنظومه اللي حواليك، على اللعيبه، على الناس في النادي، على صحيح. فطبعا هو مش عايز ده يوصل، وطبعا هو يعني محق 100% في ده، عشان احنا لسه ما كناش فعلا يعني عملنا حاجه، لسه دي نتيجه كويسه لكن يعني ما تطمنكش ان انت صحيح. تكون خلصت او لا هو اول ما الماتش خلص، اول ما الماتش خلص نبه علينا في الكلام ده، وكله التزم يعني بالكلام ده، والحمد لله يعني ربنا كرمنا امبارح وكان توفيق ربنا معانا قبل اي شيء. كيف تفكر فيما هو قادم؟ القادم كتير، وبسم الله ما شاء الله بطولات النادي الاهلي في كل الالعاب الحقيقه، يعني النادي الاهلي متوهج كالعاده زي السنه اللي فاتت، كيف يفكر مجلس اداره النادي الاهلي فيما هو قادم؟ لا والله دايما احنا يعني حاطين اكيد بلان للفتره اللي احنا فيها على قاعده مختلفه، على الصعيد الرياضي زي ما كنت بتكلم من شويه، ومنظومه الكوره ماشيه ازاي، على النشاط الرياضي او الصعيد الخدمي في النادي، الاعضاء او الصعيد الانشائي. فلا في يعني خطه عمل الكلام ده كله موجود ومترتب، واحنا شغالين عليه كلنا كوحده واحده كمجلس اداره ومعانا الاداره التنفيذيه في النادي، والحمد لله لا لسه يعني عندنا اهداف اخرى أوكي. في الفتره دي، وعندنا يعني يعني مشروعات يعني احنا شغالين عليها، والحمد لله يعني دايما بنتمنى ان يكون توفيق ربنا معانا سواء على الصعيد الرياضي او الانشائي، عشان الاهداف بتاعتنا تتم بنجاح في الاخر. يعني بنجتهد وبنسعى، نحط خطط وبنحط اهداف وبنشتغل عليها كلنا، وربنا الحمد لله بيكرمنا. يعني شايف ان احنا الحمد لله حققنا يعني انجازات يعني تليق باسم النادي الاهلي وجمهوره واعضائه، ولا زلنا عندنا طموح في المزيد، يعني مش هنتوقف يعني.
دايما عندكم طموح، ودايما الحقيقه بتخلونا عندنا طموح كجمهور. الحقيقه جمهور محترم اختار، او جمعيه محترمه، جمعيه عموميه محترمه اختارت مجلس اداره محترم استطاع ان يقود النادي الاهلي لبطولات كثيره جدا وانجازات، سواء على الناحيه الرياضيه او الناحيه الانجازيه. دكتور محمد انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا، والف الف مبروك على البطوله رقم 12، ومجلس اداره يستحق الحقيقه كابتن حشيش بالكامل الحقيقه برئاسه كابتن